السلام عليكم. ربنا يسعد حياتكم ويملاها إيجاب ويملاها طاقة حلوة ويجعل أيامكم يا رب خير. أنا يعني الحقيقة في مصطلحات كده ظهرت جديد بس بتعجبني، يعني فكرة طاقة، فكرة إيجاب، فكرة طاقة سلبية، فكرة جمال روح، دي كلها مصطلحات بنسمعها ومتداولة جدا جدا وإحنا بنكررها. وإيجاب، طاقة إيجابية يعني حاجة حلوة، طاقة سلبية يعني حاجة وحشة، جمال الروح أنا مش عارفة جمال الروح دي يعني إيه، بس جمال الروح. ساعات كتير بتصحي من النوم تبصي في المراية تحسي إن ملامحك وحشة، تحسي إن أنتي معجزة، وساعات تانية تحسي إن أنتي مزقططة ومفرفشة. اليوم اللي بتبقي مزقططة فيه بتقومي تهدي الدنيا، يعني تنظيف بقى بيت وتبقي فريرة. اليوم اللي تحسي بوجع كده مش عارفة من ايه، وتحسي ان شكلك مش عاجبك، شكلك مالي جعدت كده، مالي عجزت كده، ما تبقيش قادرة تقومي من مكانك. علشان انا افهم يعني ايه طاقة ايجابية ويعني ايه طاقة سلبية، علشان افهم يعني ايه اكون ست حلوة. وست حلوة على فكرة دي مش حاجة عيب، انا من حقي ابص في المراية الاقي نفسي جميلة. علشان نعرف بقى كل الحاجات دي احنا هنتكلم عنها؟ لا طبعا احنا ما نعرفش، مش مذاكرين ومش دارسين، فقلنا بقى نجيب اكتر حد دارس ومثقف، دارس علوم اجتماع وعلوم انسانية وعلم نفس وعلم جمال. معانا خبيرة او مستشارة العلاقات الانسانية والمعالجة بالطاقة الاستاذة هبة بن فايد. مرحبا، مساء الخيرات، مساء الحب والجمال. طيب نتكلم عن الجمال، عايز اقول حبيبتك يعني اسم الله عليكي، تسلمي ما شاء الله تبارك الخلاق، ايه القمر ده؟ يسلم لي قلبك. طيب لو انا عايزه ابقى حلوه زيك اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ اولا الجمال قيمه. عاده لما نتكلم على الجمال نتخيله شكل انثى جميل من بره بس، وفي الفتره الاخيره النساء بدات ان هي تهتم بشكلها الخارجي، بوتوكس، فيلر، شعري، اكستنشن، ركزوا على الجمال الخارجي. ما ننفوش او نستبعدوا الجمال الخارجي لانه هو ينعكس علينا ويعطينا اكثر ثقه، بس مش هو كل شيء، يعني مش اساس الجمال. اليوم حنحكوا عن الجمال الداخلي، شنو اللي يفرق ما بين ست جميله بس مطفيه، ايوه، وست اقل جمالا بس ملفته، تحسي انك انت قلبك متجه للست اقل جمالا. أيوة. ليش؟ لان الست المطفيه هي مش متصله بقلبها، اللي منفتحه، اللي تتعاملي معاها تحسي بمشاعرها وصلتك. تمام. في ناس تتعاملي معاهم ما تحسيش بمشاعر، تحسي ان في حاجز بينك وبينهم. جمال المراه في انفتاح قلبها. كذلك جمال الصوت، ما نحكوش عن جمال الصوت المصطنع، لأن نحن لما نهتم بجمالنا الداخلي، وحنحكوا في الحلقة كيف نوصل للجمال الداخلي، لما نهتم بالجمال الداخلي ينعكس على صوتنا، على ملامح وجهنا، على الهدوء، يعني تحسي الطاقة بتاعت الشخص تجذبك وانتي مش فاهمة ليش. طب أنا عايز أسأل حضرتك سؤال، أنا دلوقتي زي ما قلت لحضرتك بصيت في المراية بقالي فترة شايفة نفسي وشي، حاسه ان انا عجوزه، حتى لو سني صغير على فكره، فاهمه، حاسه ان انا مش نادره، مش ما عنديش عينيا حزينه، اجيلك اقول لك من فضلك اديني روشتة تخليه حاسه ان انا في عيون الناس كمان حلوه؟ يعني انا جيت لحضرتك دلوقتي، وعلى فكره ارقام حضرتك قدامنا عشان اللي عايز يجي صوره بالموبايل الارقام، انا زي ما قلت لحضرتك ادي اللي انا بحس بيه، جيت لك قلت لك انا حزينه لاني مش حاسه بان انا حلوه وانا ست لازم اكون حاسه اني حلوه. اول شيء الجمال زي ما قلنا مش خارجي فقط، انا مشاعري، احاسيسي، يعني مثلا الست اللي تلقي متعرضه لمصادمات، لمشاعر سلبيه، تربيتنا، اهالينا، رفض الانوثه اصلا. نحن كشعوب عربيه يرفضوا انوثتنا، شكلك، لبسك، جسمك، فحفاظا على المراه، ففي اللاوعي جوانا
تخزن ان نحن شيء مش نمبر 1، فتحسي الشخص من الانثى من الداخل رافضه انوثتها، زائد صدمات، زائد مثلا متعرضه لخيانه. فالاشياء هما أسوأ حاجة تتعرض لهم المرأة. ليش؟ تأثر على مشاعري ورؤيتي الذاتية، كل حد شايف نفسه بصورة معينة من خلال التربية لحد ما نحن مثلا في علاقاتنا وصلنا لسن النضج. كل مشاعرنا بتأثر على جسمنا، العقل والجسد يؤثر كل منهما على الآخر. أنا من جوايا حس روحي إني أنا حلوة، متحررة من مشاعر السلبية، الخوف، إني أنا مش متقبلة ذاتي، إني أنا شيء عار كأنثى. كل حد كل ثقافته، كل المشاعر اللي جوانا هي بتنعكس على شكلنا. وأنا فعليا ما نقولش في الكلام هو، بس من خلال دراسة أنا قريتها، يعني كل الناس اللي تابعوني حيشوفوا صوري السنة اللي فاتت، يشوفوا صوري من 4 سنين، تفرق. كل من تحرر من مخاوف ومشاعر السلبية بيبان جمال مختلف. طيب انت حضرتك هتساعديني ان انا اتحرر من كل الحاجات اللي مخلياني حاسه بكده، هل في مريض، مش عايز اقول مريض يعني، هل في حالة بتجيلك فتاخد معاكي وقت طويل وعدد جلسات كتير، وحالة تانية بتستجيب بسرعة، وده بيتوقف على ايه؟ يعني انا لما جيلك واختي او جارتي، احنا الاتنين جايين لك اهو، فانا بدخل عندك في جلستين ثلاثة انت بتخليني اكسر كل الحاجات، جارتي ممكن تبقى لا. الفرق بيني وبين جار يعني، مين اللي اللي بيتاثر بيكي بسرعه ويستفيد، ومين اللي بيقعد بقى؟ اول شيء بعيدا اني نشكر نفسي، بس الحمد لله غالب او معظم الجلسات اللي جوني، واكيد الناس اللي يسمعوني هم عارفين انا كيف مدى صدقي، يعني انا نحاول اني فعليا طاقتي تاثر عليهم، ونعرف كيف نوصل للتفاصيل اللي هم، حتى لو حد يخبي عليا، فانا في لغه الجسد، في نوع الكلام اللي يقوله، الالفاظ نفسهم نفهم هو شن يحس. الناس اللي تتغير بسرعه هو عنده استحقاق اني انا جاهزه نبي نتغير. في ناس ثانيه واحده، ما هو اكيد اللي هيجي لحضرتك هو مقرر انه عايز يخف. لا، في ناس اصلا هم حاسين، في ناس يعشقوا الالم، عايشين بالالم، فهم مجرد يحسوا ان هم مرتاحين فلا يدوروا على شيء يألمهم، فهي مش جاية تتغير عشان تشيل كمية الألم. الفرق بين إن الواحدة اللي تتغير بسهولة هي مستعدة وهي شايفة إن هي جاهزة إنها تتغير، الثانية جاية تجرب، حد سمعني، شافني في التلفزيون، شاف فيسبوك بوست معين، يلا خلي نجرب عشان صديقتي راحت. تمام. بس هي ممكن تكون مش جاهزة. طيب، وفي مقاومة. تمام. وهل ممكن يبقى في حالات حد جايبها؟ يعني انا مثلا جايبه بنتي عند حضرتك عشان انا شايفه في بنتي مشاكل معينه، وبنتي في مرحله مثلا مراهقه، بنتي في مرحله انوثه بس يعني ناقصه شويه، فما فيش مثلا لا تجذب يعني الجنس الاخر ليها. طب لو انا جايبه بنتي وجايه لك، هل بنتك ممكن بنتي تبقى مقاومه للكلام ده؟ فعليا، يعني لو لازم الانسان يكون جاهز ومتقبل، لان المقاومه هو حيبدا مش صريح ومرتاح، ونحن بنوصل لعمق السبب. يعني انت جيتيني مثلا نتيجه، بنتي مثلا يجوها عرسان وما يكملش، مفيش جذب، فنحن ما نشوفوش للنتيجه اكثر ما انا نتكلم معاها، نعرف السبب عشان اللي بخلي طاقتها ينفر منها الاشخاص الاخرين. فهنا المقاومه، هنا لعبتي اني انا نكسر الحاجز يعني اللي بيني وبين الطرف الآخر، حتى لو هي جاية غصبا عنها أو في مقاومة، أنا هنا ذكائي إني نكسر الحاجز ونخليها تحس بالرياحية معايا، فتبقى هي اللي بتطلب إنها تيجي فعليا من غير. طيب أنا دلوقتي بنتكلم أكتر عن أنا عارفة طبعا إن حياتك مش تخصص سيدات بس، يعني انا عارفه كمان ان يعني في حد من الناس اللي رشحوا لنا وجود حضرتك وخلينا يعني خلونا نتصل بحضرتك، الحقيقه كان رجل وكان شاب، والحقيقه لما حكى لي انه كان هو على فكره يعني ما شاء الله علمه، متعلم في جامعات مهمه جدا ولغاته، لكن كان كل ما يروح انترفيو يترفض. فقال لي ان ما شاء الله تبارك الله، يعني انه بعد ما جال حضرتك حوالي 3 جلسات خد
ثقة في نفسه عالية جدا، وأول انترفيو راحوا ما شاء الله، الله أكبر، ربنا يكرمه حبيبي ويزيده يعني. اتعين وابتدى يبقى قائد فريقه كمان، مش بس اللي كان مش واثق في نفسه. فعايزين برضو نوضح للناس ان انت مش تخصص سيدات فقط. لا اي مشكلة، بصي اول حاجة كلنا دون استثناء، وانا اولكم، ان احنا دايما محتاجين جلسات، محتاجين وعي. ليش؟ لان كل يوم نتعرض لمشاعر مختلفة، كل يوم عندنا صدمات، مواقف، خذلان. بالوعي نقدر نحن نوصلوا ان نحن نحجم المشاعر، او نقدر ندير مشاعرنا. تمام. الـ الـ الشخص اللي يبدا ان هو فعليا يعني مشكله شغل، معقوله انا حنمشي لجلسه يعني هي مش يعني ايه يعني مش حيفكر انا شن حنقدم له الفكره. لا يا فندم، بس ثانيه واحده، كل الشباب ولادنا دلوقتي، كل الشباب وشابات فكره انه عايز يروح كله بيعمل انترفيو بالظبط. ودي مشكله شائعه جدا، انه بيروح مهزوز فبيفشل، فلا شكرا مع السلامه، مع انه ممكن يبقى علمه افضل من علم واحد تاني اتقبل. اقول لك ليه، احنا كل الحياه مبنيه على طاقه. قعدتنا دلوقتي المكان ليه طاقه، حضرتك ليك طاقه، فاحنا بنكمل بعض كطاقات. في ناس عند يعني مثلا جاي عنده مقابله شغل، لبسه شيك، عنده شهادته حلوة، السي في بتاعه يعني 5 نجوم، كل حاجة فيه بيرفكت، بس ما تقبلش. ليه؟ في عدم استحقاق من جواه، في مشاعر منذ الطفولة مكبوتة ان انا ما استحقش ان انا اوصل هنا. ممكن يوصل لدرجات عالية بس انا ما استحقش، هينزل او يترفض او مش هينجح. احنا بنشتغل على كل مشاعرك الداخلية، استحقاقك، رؤيتك. يعني احنا النهاردة بنتكلم مثلا عن الجمال، احنا انا طول ما انا شايفة نفسي مثلا انا ست جميلة، كل الناس طبعاً شايفيني مثلا جميلة طبعا والله عليكي الله يخليكي، فانا مثلا رافضة شكل رجلية، شكل شعري، شكل ايدي، كلنا عندنا حتة معينة احنا مش حابينها فينا. تمام. فانا اوريدي انا باثر طاقتي، مشاعري اتجاه ايدي او رجلي او شعري بياثر، شعري بيصدق انه انا مش ان انا لا شعري خشن فبيدي لي طب حاضر انت شايفاني خشن فهيفضل خشن. صح. فاحنا دائما خصوصا مثلا قبل عمليه التجميل انا دائما بركز ان انا اخليها تحب الجزء اللي هي رايحه تعمل فيه. انا رايحه اعمل شفط البطن، لازم اتواصل مع الجزء اللي انا عايزه اعمل فيه شفط واحبه واتاسف له واقول له احنا هنفضل افضل، هنكون افضل عشان يديني افضل النتائج. يعني انا كست لازم اكون يعني بحب جسمي، بحب شكلي، بحب كلامي، يعني صورتي الذهنيه انا على نفسي لازم تكون فعليا حقيقيه. ما بمثلش انا لو ما عنديش ثقه في نفسي، ودلوقتي بمثل ان انا عندي ثقه في نفسي، كلامي مش هياثر فيكم. طيب في سؤال مهم جدا عشان برضو ايه الاحراج، هل الجلسات فرديه؟ بمعنى ان انا لو جايه مثلا ومعايا بنتي، او انا جايه ومعايا صديقتي، او انا جايه ومعايا جوزي وعايزاكي تساعديني في حل مشكله ما، هل الجلسات معاكي بتكون فرديه ولا يعني مامتي تبقى قاعده معايا؟ لا فرديه. و حضرتك افرض انا اصريت لا انا عايزه اقعد مع بنتي اسمع مثلا. لا ممنوع خالص، وبعد لازم اسمع من دي، وبعدين يعني لازم ادي مساحه للشخص. بصي انا جاياني البنت وهي انا لازم اتاثر فيها وتثق فيا. ايوه. انا هي اصلا محتاجه حد ترتب معاه افكاره ومشاعرها. لو هي حست 1% ان انا ممكن عشان مامتها هي اللي جايباها ان انا هقول لمامتها هي قالت ايه، هتقاومني 1000000%. اللي بيخلي الجلسات تفشل انه الشخص جاي وهو بيقاوم. ايوه. ان انا مش عايزه، فانا ازاي اقدر اخليكي تتقبلي نفسك وانت اصلا مقاوماني؟ صح، لان لو وجود حد يعرفني انا مش هقدر اعلن عن كل التفاصيل اللي انت عايزه تفهميها عشان تكوني صوره عن حالتي. بالظبط. يعني بس في الجلسات عندي يعني مثلا احنا كاستشاريين، الميزه ان انا ممكن احل لك مشكلتك من غير ما تقوليها لي. بجد؟ يعني مثلا تقولي لي انا بحس بشعور كذا، انا اتعامل بالمشاعر والبرمجه اللي في دماغك من غير ما تحكي لي الموقف نفسه. بدليل عشان نقول للناس ان واحنا قاعدين دلوقتي قبل الهوا يعني انت قلتي لي تفاصيل انا ما حكيتهاش، فقلت لك ايه ده، قلتي لي حتى من لون انا في مدلولات لاشياء، واللي انت قلتيه حقيقي يعني بالظبط.
فانا يعني الحمد لله بنحني لك يعني. طيب ايه اصعب حاله او اصعب شخصيه جات لك وانت دي مش ممكن تنسيها ودي اللي خدت منك مجهود وبتتواصل معاكي دلوقتي بتقول لك شكرا؟ انا صراحه جاتني واحده من سنتين كانت بتعاني من خيانه زوجها مع اختها. يا نهار اسوح. يعني عارفه طب خيانه زوجها بس يعني ومع اختها. فيعني جاتني في حاله. طب يا جماعه بعد اذن حضراتكم نتواصل مع صفحه الاستاذه هبه بن فايد. اي واحده عندها اي مشاكل بصوا اهو يعني صوروا في الموبايل وكله يدخل هجوم هجوم عشان كلنا محتاجين هبه والله يعني. فعليا ستات مصر كلهم كلنا محتاجين. فعليا بقول لك ان انا اولكم يعني فعليا محتاجين. واللي جرب الجلسات هيدمن عليها لان خلاص انت لقيتي الطريق لنفسك. فبقول لك ان الست دي لما جاتني الخيانه بتضرب الست في انوثتها طبعا. وده اللي احنا عايزين نفصله. ايوه انه انا قيمتي الذاتية كأنثى بعيدا عن كل الانتقادات وعلاقاتي. كل الناس عندها عقد نفسية، كل الناس عندها مشاكل مع نفسها مع الآخرين تربيتها. فأنا لما بحب حد بحس إن أنا دي عيب الستات في العلاقات إن أنا أديله كل قيمتي. أنت بابا وماما كل حياتي. ثانية واحدة، ده موضوع كبير وموضوع يخص 99.9 من 10 من ستات مصر. موضوع يعني الخيانة ده يا رب ما يكتبش على حد أبدا ومش هينفع للاسف الوقت خلص. بس هبه بجد انا استفدت جدا ويا رب الناس اللي هتدخل على صفحتك تستفيد وتتواصل معاكي. وكلنا محتاجين نلاقي ذاتنا علشان نحس بجمال الدنيا. انا عايزه اختم بس اقول فضلي. تقبلي انوثتك، تقبلي ذاتك، عبري عن نفسك، روحي اماكن طبيعيه، اعملي كل شيء انت بتحبيه عشان تتواصلي مع مشاعرك وعبري عن مشاعرك. انا بحبك جدا وأنا والله اول مره التقي بيكي لكن سبحان الله اديتيني حاله حلوه جدا حبيبتي جدا وأنا الله يكرمك يا هبه. شاكرين جدا وارجوكي اوعدينا تكوني معانا تاني علشان الناس تفيد ان شاء الله. الفقره اللي جايه ان شاء الله هتعجبكم جدا جدا. هي الستات برضه والرجاله على فكره فخليكم معانا.